صباح الخير، هذا اليوم يستقبلنا بأمطار الخير. تتساقط الأمطار الغزيرة، أنا ما زلت أستلقي وأستمع إلى أصوات قطرات المطر التي تهدئ الأعصاب. يا سلام يا سلام، الطقس اليوم ممطر وغائم ورطب وبارد، لكن بالرغم من ذلك سنخرج طبعا. كالعادة أمي في المطبخ، انظروا، حضرت أمي السلطة وأبي وصل. انظروا هنا السلطة، واو، بالزهور. هذه الزهور تؤكل هنا أبي. نشرب الشاي. يتساقط المطر وتناولنا الفطور. هذه اللوحة من الشوكولاتة، لوحة كبيرة أهدتها إلينا أمي بمناسبة عيد زواجنا. يا سلام يا سلام، تشكشه أمي تطعم القطط. يتساقط المطر، والسوق تنتهي. يا للهول، تكيك يا دوبرا، يا بريدو، يا للهول، البيرك كثيرة جدا. الآن نذهب إلى الصيدلية. سنشتري البطيخ. الآن سنشتري البطيخ. يا للهول، اشترينا البطيخ. نحن بدون مظلة. شو تفوايس يا زنوي؟ ما شاء الله، وهنا فطر. نذهب إلى المحل. ما شاء الله، تعجبني هذه الزهور. واو، جميل، رائعة. ليش كمان هنا؟ حسنا، رجعنا من الشارع نأكل، وكذلك الآن سنستمع إلى محاضرة طبية ممتعة. ما شاء الله، البطيخة ناضجة. أنا سعيدة للخ. واو، جميل، والرائحة رائعة. الرائحة رائعة للغاية، شهية طيبة.
أبي سيأكل. Ты чула из... Лязис! Лязис! Давай, Коля, ешь. Машалла. Машалла. Она Саида Лилихая. البطيخة لذيذة. ما زال المطر يتساقط وعندنا الآن ساعة هادئة تهدينا يعني استرخاء بسيط. قيلولة بالرغم من المطر الذي يتساقط طوال النهار نذهب الآن إلى فعالية مهمة جدا. سنحضر حفلة موسيقية لدعم الجيش الأوكراني. هكذا أخذنا الشمسية معنا. Отменили, короче, они уехали. Валлахи, ля юджет ахад. Аль-мизаля индана кадима. Аль-шамсия. Яджиб анна слыха. أصدقائي بسبب المطر لا يوجد هنا أحد. هذا كم خلنا وتستيقظ بركي. يضعون النقود للجيش الأوكراني في ذلك الصندوق. نحن قد وضعنا.
Я вас снимала. Thank you.
Але хочеться згадати всіх, правда? Тому ми хочемо заспівати чудову музичну композицію, а саме Андрія Вікторовича Кузьменка. Старі фотографії. Я вгадав. Підспіваєте? Дякую. الطقس ممطر طوال النهار، نرجع إلى البيت. أوه، مكمورة ده؟ ليندتشكا، ليندا، جمو بشي ليندا. Linda, ti
цього пиздиш? Ти цього пиздяля? Кажи. Кезаліка альям хандарна хальва. Валян сената завваку. Маша Аллах. Шахия тайба. Санахруджу. بعد قليل لنمشي أمور.